أهلا ومرحبا بكم طلاب الصف الثاني عشر لمادة التربية الإسلامية. ها نحن طلابي نلتقي من جديد للحديث عن موضوع من موضوعات التربية الإسلامية والمعنون بعنوان العدة في الإسلام. طلابي نقول بأن الإسلام وضع أحكاماً لتنظيم العلاقات بين الزوجين في حال استمرار الزواج، وبين حقوق كل من الزوجين على الآخر، وذلك لضمان استمرار الحياة الزوجية على النحو الذي يحقق استقرار الأسرة ويزيد من تمسكها. وكذلك وضع الإسلام أحكاماً تنظم العلاقة بين الزوجين بعد انتهاء العلاقة الزوجية لسبب ما. فما هو مفهوم العدة؟ وما هو حكمها؟ وما السبب من وجودها؟ نقول بأن العدة هي مدة زمنية محددة في الشرع تنتظرها المرأة المطلقة أو الزوجة المتوفى عنها زوجها قبل أن يجوز لها الزواج من رجل آخر. لذلك تجب العدة في حالات، في حالتي الطلاق ووفاة الزوج، ولها أحكام عديدة، منها من أجل أن تمكن الزوجين من الرجوع إلى حياتهما الزوجية والأسرية في حالة تطليق الرجل زوجته بعد الدخول، وذلك للتثبت من براءة الرحم وخلوه من الحمل حتى لا تختلط الأنساب. أيضاً إظهاراً للزوج المتوفى عنها زوجها، وذلك حزناً وحداداً عليه في حالة وفاته. أما حالات العدة طلابي فهي أولاً العدة بسبب الطلاق، والعدة بسبب الطلاق هذه خاصة بالمرأة المدخول بها. أما إذا كانت المرأة المطلقة غير مدخول بها فلا عدة عليها. وحالات المرأة المطلقة المدخول بها وعدتها والدليل عليه نقول أنها إذا كانت من ذوات الحيض وغير حامل فعدتها 3 قروء، إذا كانت لا تحيض فعدتها 3 أشهر، وإذا كانت حامل فعدتها حتى ينتهي حملها. لذلك طلابي هناك أحكام للعدة، فمنها المعتدة من الطلاق الرجعي، وهي يجب عليها أن تعتد في بيت الزوجية. ثانيا حق الإرث، يحق للزوجين عند وفاة أحدهما ما دام رباط الزوجية قائم أن يرث كل منهما الآخر. وهناك حالات في الحداد على الزوج، ألا وهي عدم الزينة وعدم وضع الكحل والطيب وعدم الخروج خارج بيت الزوجية إلا للمبررات الشرعية. هذا طلابي مجمل الحديث عن موضوع العدة في الإسلام. لذلك وضعت لكم هذا السؤال: إذا طلقت المرأة قبل الدخول فإنها، ما هو الإجابة بهذا السؤال؟ وعدة المرأة المطلقة بعد الدخول إذا كانت من ذوات الحيض أيضا أمامكم هذا السؤال. هذا طلابي مجمل الحديث، دمتم برعاية الله على أمل اللقاء لكم بموضوع الطلاق في الأسبوع القادم. شكرا لكم طلابي.